السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة زينو جيمرز. اليوم أتيتكم بأداة يبحث عنها الكثير من الناس، أداة من الضروري أن تتوفر لأي شخص لديه جهاز أندرويد أو آيفون. هذه الأداة عليك بالحصول عليها فورا. هذه الأداة سوف تحمي بشكل كبير السوكيت أو الكونكتور الخاص بهاتفكم. كما هو معروف فإن الكونكتور الخاص بالهاتف يعني حساس للغاية ويتعرض بسهولة للعطل، وإذا تعرض للتلف وأصلحته عند التقني فكن على يقين أنه سوف يتعرض للعطل مرارا وتكرارا، وذلك عن تجربة شخصية. هذه الأداة عبارة عن كيبل USB قوي للغاية، صراحة جودة التصنيع قوية كما ترون، كأنه حبل، الخيط قوي جدا ومتين، صراحة جودة التصنيع عالية. والخدعة تكمن في هذا الرأس الخاص بالخيط الخاص بالكيبل. هذا الرأس يمكنه الانفصال عن الكيبل لأن به مادة ممغنطة، مادة مغناطيس قوية يمكنها الاتساق بثبات، لأن مادة المغناطيس قوية كما ترون في الفيديو. سوف أريكم التجربة الآن، سوف أقربه. كما ترون لقد دخل بسرعة إلى الكيبل، رائع جدا. كما قلت لكم هذه الأداة سوف تنفع بشكل كبير لمن لديهم أطفال، لأن الأطفال لا يعرفون كيفية التعامل مع الشواحن، ومن الذين يعطلون كثيرا الهواتف. سوف أقوم بإدخاله إلى هاتفي هكذا لكي أريكم التجربة. والجميل في هذا الكيبل أنه يمكنه الاشتغال مع الحاسوب، إذا أردت نقل البيانات أو ربطه مع الحاسوب فهو يشتغل مع الحاسوب، وأيضا يمكنه الشحن، فهو شامل هذا الكيبل. أنا أضعه دائما في الهاتف، لا أخرجه أبدا. سوف أقوم بإلصاقه مع هذا الشاحن لكي أريكم. وسوف أقوم بإيصاله بالكهرباء. كما ترون بعد إيصاله بالكهرباء فهو يضيء بلون أخضر لكي يعلمك أن هناك كهرباء، وأيضا لكي يضيء لك في الليل لكي تعرف مكان الكيبل لكي لا تتوه عليه. هذه ميزة رائعة أيضا. فقط قم بتقريب هذا الكيبل إلى الهاتف وسوف يدخل بصفة سريعة إلى الهاتف، لأن فيه مغناطيس سوف يسحبك هناك، وسوف يقوم بالشحن تلقائيا. كما ترون الهاتف يقوم بالشحن. هذه الأداة سوف تنفع بشكل كبير لمن لديهم أطفال، كما تعرفون الأطفال لا يعرفون كيفية التعامل مع الشواحن الخاصة بالطابلت أو الأجهزة اللوحية، ويتعرضون دائما لمشاكل تعطل الكونكتور. هذه الأداة سوف تقوم بحمايتهم بشكل مطلق. كما ترون أنا أتعامل بيد واحدة فقط مع الشاحن، سوف يوفر لك حرية في الاستعمال وبساطة جدا. كما ترون عليكم فقط بكسرها، إذا سحبتموها مباشرة لن يسحب لأن فيه مادة ممغنطة، وعندما تدخلونه إلى الهاتف سوف يتحول اللون إلى الأزرق. كما ترون سوف يتحول اللون إلى الأزرق لكي يعلمك أن الهاتف يشحن، وعندما تسحبه سوف يتحول إلى اللون الأخضر. كما ترون سهولة في التعامل، فقط بيد واحدة يمكنني أن أشحن سواء كان الخيط مقلوب أو غير مقلوب، لأن هناك الكثير من الأطفال لا يعرفون هل الخيط مقلوب ويبدأون بالإدخال حتى يعني يقومون بتعطيل ذلك السوكيت. هذا الكيبل على كلا الجانبين رائع جدا صراحة. من المهم أن يكون لديكم هذا الكيبل، سوف يفيدكم بشكل كبير وخصوصا لمن لديهم أطفال أو إخوة صغار، وأيضا سوف يفيدنا نحن أيضا لأننا نتعرض كثيرا لمشاكل السوكيت. سهولة كبيرة في التعامل مع الهاتف. شكرا لكم، أتمنى أن ينال إعجابكم. سوف تجدون جميع الروابط أسفل الفيديو، أنا اشتريته من موقع بانجود بحوالي 7 دولارات، سوف أضعكم رابط شرائه أسفل الفيديو إذا أراد أحد شراءه. كما قلت لكم الجودة التصنيع عالية، الكيبل سوف يدوم كثيرا ولن يتعرض أبدا لمشاكل الانكسار أو الإعوجاج، قوي للغاية من ناحية التصنيع، فهو يستحق أكثر من ثمنه صراحة. شكرا لكم، لا تنسوا الضغط على زر اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر.